اهلا بكم مره تانية مشاهدي نهايه الاسبوع وجمعات فقرتنا الاخيره في هذه الحلقه. والنهارده الحقيقه زي ما قلنا لكم كده في البدايه هيكون معانا مواهب يعني مختلفه. النهارده الحقيقه هنشوف طريقه جديده او طرق جديده جدا جدا ومبتكره جدا جدا من طرق الرسم. خلونا نرحب بضيوفنا اسلام محمد، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. وساره سابق، اهلا بيك يا ساره. طيب اسلام وساره انتوا مخطوبين صح؟ اه. طيب انا عايز اعرف بقى الاول يا اسلام، انتوا يعني اللي جمعكم الفن يعني ولا؟ الرسم صح فعلا؟ اه يعني توقعي صح. انا كنت بطلت الرسم من فتره وما كنتش لاقي دافع ان هو يرجعني تاني للرسم. انت خريج ايه؟ انا خريج تجاره. تجاره. كان عندك موهبه؟ كان نفسي اخش فنون جميله بس ما حصلش نصيب، فانا قلت انمي الموهبه بتاعتي. انا برسم من صغري يعني. أوكي. فساره شفت الرسومات بتاعتها على الفيسبوك وكده، فعجبتني الصراحه، فدخلت سالتها وكده ساعدتني وابتدت بقى المشوار. ابتدى يسالني في الرسم الاول وبعد كده الموضوع اتطور بعد كده اتخطبنا. وانتي طيب كويس قوي. ده حلوه قصه جميله. طيب خلينا بقى نشوف كده رسم زي ايه بقى يا اسلام، يعني انت بتروح مكان مثلا تنمي فيه الموهبه ولا انت مع نفسك؟ لا انا في البيت عادي في الاوضه بتاعتي. انا برسم بطرق مختلفه شويه بدائيه عشان الادوات انا مش عايز اعتمد عليها اللي بتبقى موجوده في المكتبات وكده. انا برسم بالماتيريال الطبيعيه اللي هي اللي حواليا، اي حاجه حواليا يعني. برسم مثلا بالكركديه، بالقهوه، شاي، النسكافيه، الحاجات اللي هي بتبقى حواليا في اي مكان. اشمعنى الطريقه دي يعني اللي اخترتها؟ يمكن عشان مش مكلفه ويمكن بتدي نتيجة أفضل وحاجات غريبة يعني مبتكرة. لأن الفن ما بتوقفش على الإمكانيات. تمام. طيب سارة قولي لي أنت خريجة إيه؟ خريجة تربية ناس. أصلا ملوش طبعا علاقة بالرسم بس. طيب أنت بترسمي؟ أنا شايفة محطوط علب ميك اب وكده، أنت بتعملي إيه؟ هو أنا برسم بالميك اب بس. الأول كنت برسم رصاص وباستل، الخامات التقليدية عادي للرسم، بس حبيت إن أنا أعمل حاجة جديدة برضو، ارسم بماتيريال مختلفه، فحبيت ان ارسم بالميك اب يعني عشان بحب الميك اب. جربتيه بقى ولقيتيه يعني يعني طبعا. ايه بترسمي بالميك اب زي ايه يعني؟ لوحه مثلا كامله؟ لوحه بالميك اب، واحيانا برسم على ايدي عيون مثلا او حاجات حقيقيه. تمام. يعني بتقدري ترسمي على ايدك زي الرسم اللي هو بتبقى زي الحنه والحاجات طبعًا. دي اه بتقدري. طيب قولي لي اشمعنى بقى الميك اب؟ بس انا اول مره اسمع عن الرسم بالميك اب يعني. حبيت فكره جديده وحبيت استخدامه قوي عشان بيدي نتيجه واقعيه اكتر. غير ان انا شاركت في معارض وشفت حاجات كتير، فحسيت ان بقى عندي داتا كبيره، فحسيت ان انا عايزه ابدع في حاجه مختلفه شويه. يعني انت دلوقتي مثلا خليني اقول لك، انت رحتي مكان مثلا اتعلمتي فيه الحاجات دي ولا زي اسلام؟ لا معتمده هو أنا على كنت من وانا صغيره كنت برسم واشتركت في معارض كتير جدا. ده طبعا بيخليني اتطور. اي حد بيشترك في معارض كتير وبيرسم كتير بيتطور تلقائي من غير ما يتعلم. بعديها ابتديت انا اعمل كورسات اعلم الناس. بقيت انت بتعلمي بقى؟ الحمد لله. طيب الحمد لله ما شاء الله. طب اشرحوا لنا كده اللوحات اللي قدامنا دي ايه؟ يعني لوحه البنوته دي ايه؟ انت اللي رسمها ولا اسمها؟ انا رسمها. البنوته دي ايه بقى؟ ديت بالميك اب وبالباستل الاثنين مع بعض. بالميك اب والباستل. اها. تمام. واللوحه الثانيه؟ اللوحه الثانيه الراجل دي كانت مسابقه. كنت رسمها في ساعتين بس بالباستل. ما شاء الله. اسلام انا برسم بقى معاك يعني الفنان احمد حلمي ده بالشاي والعسل. دي وفي وريها لنا كده يا والنبي يا اسلام. في رسمه زي دي بالقهوه. دي بالقهوه. دي قهوه. طب وانت بتظبطها ازاي من غير ما يعني؟ انا برسم الاوت لاين الاول وبعد كده بنفذ بالقهوه على طول. كانك بتلونها كاني يعني. بلونها بدل الوان ميه او حاجه بستخدم القهوه على طول. يعني اي حاجه في ايدك بتقدر ترسم بيها انت؟ ايه اللي قدامك ده؟ قهوه يعني؟ دي دي اللي قدامي دي قهوه يعني. ده كركديه. وريني كده. ده كركديه، ده تحس ان هو 3 دي شويه. ده الكركديه نفسه. النبات نفسه الكركديه. وبنفذ برضو الفكره وببتدي ان انا اعمله زي 3 دي كده. الحاجات المجسمه بتدي برضو فن كده يعني. تمام. والماتيريال اللي قدامك ده ايه؟ ميه دي شاي وعسل وقهوه. طب ساره ايه اللي بالكبريت دي؟ ايه انت اللي عاملاها؟ لا اسلام. ده أنا. اسلام بيعمل حاجات المصغرات قوي. اللي هي بتعمل حاجات عادي تقليديه كله. بس المصغرات دي بتبقى محتاجه تركيز اعلى مش كده؟ اللي هي برسم على اللب والرز، برسم على اي حاجه صغيره خالص، اللبان،
الحاجات الصغيره دي، التفاصيل بتقدر الصغيره. برضو ان انت بايه بقى بترسم بايه؟ بقلم تحبير عادي سن رفيع ومن غير عدسه او حاجه، وببتدي انفذ الرسم على طول لان ما فيهاش مجال للخطا ان انا اتلخبط او حاجه، وببتدي انفذ الفكره، وبتبقى مصغره يعني بتقدر تمشي بالقلم التفاصيل الصغيره دي. حلو قوي. طيب انتوا هتعملوا ايه بقى دلوقتي؟ انا عايزاكم ترسموا لنا حاجه. هنرسم رسمه كده مشتركه. يا ريت. طيب اتفضلوا احنا هنشوف دلوقتي بقى. احنا ساره واسلام وهم بيرسموا رسمه هم الاثنين. ساره انت هتستعملي الميك اب صح؟ طبعا الميك اب. تمام. انا هستخدم القهوه. وانت تستعمل القهوه؟ القهوه القهوه. هو انتوا يا جماعه بترسموا نفس الرسمه؟ ولا هتشوفها في الاخر. بحاول افهم هم بيعملوا ايه بالظبط. طيب تمام. القهوة عندي أنا بعشق. اشمعنى القهوة اللي أنت عمال ترمي فيها دي؟ أنا بحب القهوة أوي. القهوة غير الريحة طبعا ومذاقها ريحتها حلوة أوي وطعمها حلو كمان. طلعت تستخدم قريبة شوية من الووتر كالر. الجواش قريبة أوي من الماتيريال بتاعت الرسم أصلا. فبسرعة. هو انت لما بيجي لك حد تعلميه بقى الرسم والحاجات دي بيطلب ان انت تعلميه بالميك اب زي ما انت بتعملي ولا؟ لا، هو الاساس في التعليم الاوتلاين، التظليل الصح، التجسيد، التشريح. الحاجات دي اساسيات. لو الواحد عارف الاساسيات هيعرف يبتكر ويعني يبدع بصراحه. طب انتوا نفسكم بقى قولي يا اسلام. احنا فعلا عملنا زي حاجه اسمها ارتيكو. الارتيكو دي يعني ارتكو اللي هو الفن المشترك. ارتكو ار زي الارت كومباني يعني. ايوه. ده أوكي. الفن المشترك بحيث ان هي بترسم بحاجه مختلفه عني خالص. انا برسم بشاي، بقهوه، الحاجات اللي هي المختلفه، هي بترسم بالميك اب، ونبتدي ان احنا نعلم، ندي كورسات تعليم الرسم المختلف ده، لان هو ده اللي جاي وده اللي بنشوفه في برامج المواهب دايما. ما بنلاقيش حد بيرسم بالفحم، او لان ما فيش ابداع خلاص، هو كله بيرسم بالفحم والرصاص والكلام ده. صحيح. احنا عايزين نعمل حاجه مختلفه عشان نودي رساله ان لا، الفن ما بيتوقفش على اي امكانيات. انا ممكن باي ادوات بسيطه ابتدي انفذ اي افكار. ساره عماله ترسم بالقلم اللي هو الايلاينر صح؟ انا مركزه بقى اصلي معاها قوي، يعني اول مره اشوف حكايه رسم بالميك اب دي، فمركزه قوي حكايه. وبعدين انت بقى بتملي الرسمه دي بالشادو، بالاي شادو. اي شادو. بتجيبي ميك اب مخصوص للرسم صح؟ هو احيانا بيعجبني برضو فعادي بستخدمه. واحيانا يطلع حلو فتستعملي نفسك. انا عامله بقى كل السيناريوهات جايه في دماغي دلوقتي. ايوه. انا كده هستخدم القهوه. طيب اسلام بقى انت بتحط القهوه. القهوه على طول اهي. طبعا الورق لازم يبقى 300 جرام. عشان ما يبوظش. عشان ما يبوظش. انت بتجيب مثلا مقدار قهوه معين تحط عليه ميه؟ طبعا ليها، بتحكم في التقل بتاعه ان هو يبقى خفيف او تقيل عن طريق برضو الميه. حتى لو انا نزلت على الرسمه حاجه تقيله ممكن اخففها بالميه، يعني بقدر اتحكم فيها عادي خالص. سهله. اوكي. دي كده القهوة. دي القهوة. وطبعا ريحتها، طبعا عشاق القهوة هتلاقيهم بيعشقوا الرسمات دي. أنا مبسوطة من الرسمة دي. خدها معايا وأنا ماشية. طبعا. ريحتها حلوة، ريحتها قهوة. هي كده. تمام. الرسم عامة أو أي موهبة بتغذي الروح يعني. طبعا أنا يعني إن شاء الله أولادكم كمان هتعلموهم الرسم بقى إذا عندهم موهبة. يعني كمان مش المواهب، كمان قصة الحب الجميلة اللي موجودة معانا دي كمان يعني حاجة عظيمة جدا. أصلا الرسم كمان بيساعدني قوي في شغلي كمجال التدريس. أنا أصلا ماث تيتشر. الله. فبعلم الأولاد حاجات. طبعا بعلم الأولاد حاجات حلوة قوي. سارة هو بيثبت معاهم المعلومة أكتر مع الرسم مش كده؟ طبعا. الألوان والكالر، يعني الكالر نفسه والرسم ده بيثبت قوي. كمان أنا بدي مراحل صغيرة، برايمري 1 برايمري 2، دول بقى تلاقيهم بينبهروا جدا بالرسومات وبالألوان جداً. وبالحاجات دي. إسلام أنت مجال عملك إيه بقى غير الموهبة؟ أنا محاسب. محاسب. ملوش أرقام أي علاقة بقى وكده. ملوش علاقة
بالرسم تماما. بس في تماماً. ناس بتبقى الموهبه بتغلب عليهم فبيعملوا شيفت كارير، ما بتفكرش تعمل حاجه زي كده. احنا اساسا شغالين اوردرات عادي، يعني احنا بحد بيطلب مننا مثلا اوردر فحم ورصاص ونسكافيه والكلام ده، غير الكورسات مثلا اللي احنا غير الكورس يعني شغالين ده وده بعد الشغل. يعني احنا الدنيا حطتنا في المجال اللي احنا فيه، بس اللي احنا بنحبه قلنا نطور فيه بمجهودنا احنا بقى. طب يعني اولادكم ان شاء الله بقى بعد كده اذا ما كانوش حابين، لان الموهبه دي الرسم موهبه، يعني هتحببوهم بقى في الرسم ولا؟ اكيد طبعا. وبعدين يعني هنشوف على حسب برضه الطفل، يعني في طفل بيحب الرسم ميوله. بيعرف يرسم، ممكن يبقى عنده ميول ثانيه. ميول ثانيه عادي، مفيش مشكله خالص. عزف مثلا، ميوزك، يعني عادي. الفنون بتهذب الروح، واكيد طبعاً. البيت أكيد. ما شاء الله هيبقى بيت فيه يعني رقي، بيت فن. طبعا دايما الناس تقول لك انت بتبقى بنقعد نجيب مشاكل كتير قوي وخناقات كتير قوي، بس والله الدنيا فيها حاجات حلوه هي جميلة. اكيد. لما بيجمع الكابل او الاثنين اهتمام مشترك او حاجه حلوه مشتركه، حب لفن او حب لحاجه معينه، بيبقوا الاثنين برضو مبسوطين. ربنا يسعدكم كلكم ويسعد كل الناس اللي شايفانا دلوقتي ان شاء الله، ويبعد دايما عن المشاكل. عارفه ان في برضو تعليقات هرد عليكم، حاضر هرد عليكم كلكم بعد الهوا. بالنسبه للناس اللي بتتكلم على الفيسبوك، احنا ابتدينا نخلص طبعا. برضه لسه ما استوعبتش النهائي بتاع الرسم على فكره، يعني مش هنشوف دلوقتي. لسه ما استوعبتش الموضوع النهائي، يعني حاسه ان في هنا تمام. خلاص؟ خلاص انا خلاص. طيب اسلام خلص؟ وانا بقى خلص. وساره خلصت. طيب كويس. ثواني بس، سيبها اديها فرصه. خلاص انا بحب قوي يعني اهتم بالتفاصيل. ما فيش كده طبعا، هتقولي لي بعدين الميك اب فعلا اصعب يعني. الميك اب اصعب. ده يلا نشوف. الله ده حلو قوي، تحفه. لا بعد اذنك الامضي يعني لازم. امضي يا ساره، امضي يا اسلام. لا امضي بقى على ناحيتك. حلوه جدا جدا، رسمه جميله رسموها لنا ساره واسلام، ومبروك. عايزه ابارك لكم طبعا على الخطوبه ومقدما على الجواز. وقلنا النهارده يعني غير الموهبه ان احنا نختم حلقتنا بحاجه كده جميله ومشرقه، وان شاء الله ربنا يسعد الجميع يا رب، وناخد بالنا يا بنات ويا شباب من الاختيارات، وان شاء الله ربنا يسعدكم وربنا يهنيكم كلكم، ويهني ساره واسلام اللي بشكرهم جدا جدا ان هم جولنا وتعبناكم معانا وجبنا الحاجات الحلوه، وبشكركم على الرسمه الجميله دي اللي حابين ان احنا نختم بيها حلقتنا. برضو يعني رسمه بتعبر عن الحب وعن الترابط. بشكركم ساره سابق واسلام محمد، شكرا جزيلا، وشكرا لكل مشاهدي برنامجنا نهايه الاسبوع. ارجو النهارده ان الحلقه تكون عجبتكم وتكونوا استفدتم منها، وشكرا لكل متابعينا ومتصلينا سواء على التليفون او على الفيسبوك، وسعدت جدا جدا بيكم النهارده في نهايه الاسبوع. كل خميس وجمعه بسعد بحضراتكم من 9 ل 11:30 ونهايه الاسبوع، فكونوا على موعد. سلام.